بقية الجهاد. عموم الجهاد جاهزة للانطلاقة. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلاقة الشوط الرابع للخيل المهجنة إلى صلة كاف الدرجة الثالثة و16 راس مشارك في هذا الشوط لمسافة 1750 متر. نشاهد التقدم هنا بإشعار الأصفر والأخضر للبريد أتاك رقم 14 مع نبراني الأرفن والسادة النصار ريسنج والمدرب حمد الجهاني من الجهة الخارجية. المحاولة تأتي من كربزان، المدرب ريم سعيد المالكي، مركز سيد عبد الله بن علي العطية والخيال سيف البلوشي في المركز الثالث رقم 16 فاندي نيرو وأقل الأوزان هنا تدريب زير محسن وهنا المالك السيد يوسف زير. عموما نشاهد المركز الرابع في محاولة من وسط الجياد مع جويل هاوس رقم 2 مع المالك السيد عبد اللطيف العمادي، المدرب بدر بلوشي والخيال عبد الله فيصل. الجياد تتجه الآن نحو المنعطف قبل الأخير، لازلنا مع دبرت أتاك المركز الأول، كرزار في المركز الثاني وتقدم من الجهة الخارجية على ما يبدو لي جويل هاوس إلى المركز الثالث وسمبر أوغست في المركز الرابع، والمحاولات تأتي كذلك من فايد نيرو، ولكن الجياد عند المنعطف الأخير يبدأ بعد الآن الإعاز للتقدم لجميع الجياد وضمن التوسعة الجديدة في نادي سباقي والفروسية. دبرت أتاك حتى الآن يتقدم المركز الأول والصدارة جويل هاوس وأيضا كربزان، محاولات قوية من جويل هاوس إلى المركز الأول والصدارة. سمبر أوغستس أيضا محاولة قوية في هذا الشوط وهجت من وسط الجياد والانجياد الداخلية. هنا نشاهد الغارية والهجوم على المقدمة ومحاولات سمبر أوغستس من الجهة الخارجية بشعار البرتقالي مع الغارية، الغارية وسمبر أوغستس، سمبر أوغستس والمركز الأول في هذا الشوط. يعودون بقوة هنا في هذا الشوط مع السيد منصور إبراهيم سعد المحمود والمدرب جاسم. And the official results for the fourth race of the evening: the winner, horse number four, Semper Augustus, Almas Mansour Ibrahim Al Mahmoud, trained by Jasim Al Ghazali, ridden by J.P. Guillaume. Second, horse number nine, Al Gharia, Omar Noura Racing Limited, trained by Alban Demuel, ridden by Sofiane Sadi. Third, horse number three, Kateri Gold, owned by the Alwasmia Farm, trained by George Michaelidis, ridden by Alberto Sana. Fourth, horse number two, Jewel House, owned by Sir Abdulatif Hussain Alimadi, trained by Bedra Balushi, ridden by Abdullah Faisal. And in fifth place, horse number 12, Local Law, owned by Sir Hamed Ali Al Mullah, trained by Hamed Al Jahani, ridden by Luke Edelozier.